اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا جدا في عالم مهم، هو عالم تصحيح الابصار، عالم العيون. عالم العيون بطبيعته عالم هو الاكثر دقه ومتعلق بجزء في الجسم يوصف بانه الجوهرتان. مفيش حاجه بتتوصف بكلمه جواهر في الجسم غير العيون، جوهرتان. جراحات تعتمد على دقه عاليه جدا واساليب تكنولوجيه عاليه المستوى. اكتر برانش استفاد من التكنولوجيا بلا منازع في الطب البشري كله هو العيون. العيون تصحيح الابصار شيء مهم جدا. احنا لما شفنا في الفيلم لحظه كسر النظار بالنسبه اللي عندهم ضعف ابصار، عندهم قصر او طول نظر او 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 الاستجماتيزم، ايا كان مشكله الابصار بتاعتهم، لحظه دراماتيكيه حزينه يتوقف فيها. عارف لما انت تبقى نور شغال كده حواليك وبتاع وفجاه النور يتقطع، هو ده الاحساس. ضلمه فجاه حصلت، اي حاجه هتعملها في اليوم وقفت، نظارة كسرت. المعين البصري، حتى تعبير المعينات البصريه ده تعبير بدا يبقى موجود في الكتب وفي تعبيرات بتاعت الناس، المعين ليك البصري توقف. ومن هنا جاء قيمه عمليات تصحيح الابصار، انها بتخليك مش عندك اعتماد على معين بصري. لكن في اسئله كثيره تحيط هذا العالم. تصحيح الابصار ما بيناه الليزك والفيمتو ليزك والفيمتو سمايل، طيب زراعه الناس اللي عندها ماينس عالي هيناسبها ايه في تصحيح الابصار؟ زراعه العدسات، طب ايه زراعه العدسات والجديد فيها؟ الليزك الجديد فيه، الاحدث في التعامل مع المرضى، الاخطاء اللي ممكن يقع فيها بعض الاماكن في التعامل مع الليزك، الباك جراوند، الاسرار الخلفيه لهذا العالم. ليه بنسمع احيانا عن كلمه ليزك بعروض واسعار غريبه؟ يعني ايه السر؟ هل ده في انتقاص من المستلزمات، من قيمه المهمه جدا اللي بيشتغل بيها الدكاتره والمراكز، قيمه المستلزم، قيمه ان انا احافظ على عينك صحيح هكلفك ازيد بس ده لصالحك انت. الكلام ده هنفهمه النهارده بالتفصيل في واحده من الحلقات المهمه جدا اللي هتتكلم على العلم، هتتكلم على أكيد الأحدث، هتتكلم على السوق الموجودة في هذا العالم، الخلفيات، وأيضا في سؤال في الآخر، هل الليزك يعالج الحول؟ الإجابة لا، بس هنفهمها بالتفصيل. الليزك ليس أحد علاجات الحول، ومن يروج لكده بيروج لفكرة غير موجودة في الكتب العلمية، غير علمية على الإطلاق. لكن ليه غير موجودة؟ ده هيكون في آخر حوارنا، هيكون حتة كده في الآخر. النهاردة حوار مهم جدا مع واحد من نجوم هذا العالم، واحد من الأسماء البارزة، وما شاء الله أداء علمي ولا أرقى، وأسلوب في الشرح والتفصيل ولا أروع. هتستمعوا بيه أو هتستمتعوا بيه النهاردة مع ضيف العزيز، قيمة علمية كبيرة واسم لامع في هذا المجال، واحد من سوبر ستارز عالم تصحيح الإبصار، الأستاذ الدكتور محمد برافو، استشاري طب وجراحات العيون وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا ورئيس مجلس إدارة مستشفى بيرفكت فيجن لجراحات العيون والليزك، والمؤسس لها، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات الشبكية والجسم الزجاجي، وعضو الجمعية الأوروبية لجراحات المياه البيضاء وتصحيح الابصار، الاسم المتميز للغايه. اهلا بيك دكتور مراد. اهلا وسهلا، منورني جدا. أهلاً جدا بيك يا فندم. عايز ابدا حوارنا من حته ناس تفهمها كلمه تصحيح الابصار يعني ايه. طيب خليني اسميها كده زي ما بقول للناس، دايما بنقول تصحيح الابصار ما بين الحقيقه والخيال. احنا بنفكر في ايه ومتخيلين ايه، وارض الواقع والحقيقه هي ايه. والحقيقه عشان الكلام يبقى مثمر، خلينا نحط نفسنا في مكان المريض نفسه، ومش هنروح بعيد. أنا شخصياً واحد من الناس اللي عملت عمليات تصحيح الإبصار، وده بيحل أول إشكالية للمريض، ليه دكاترة العيون ما بتعملش تصحيح إبصار؟ ده مش تعبير صحيح، لا ده تعبير غير صحيح، لأن غير صحيح. كتير من دكاترة العيون بيعملوا تصحيح كتير الإبصار. جداً بس الفكرة دايماً المريض لما يدخل، يعني أنا دايماً لما العيان يجي يكلمني في القصة دي أقول له بص، تصحيح الإبصار والنظارة عاملين بالظبط زي فرق بين اتنين، واحد لابس كلاسيك والتاني لابس كاجوال، مين صح ومين غلط؟ كلاهم صح وكلاهم سعيد. بيجي لي عيان يقول لي أنا سعيد بنظارتي، شكلي عاجبني بنظارتي.
طيب. وفي نظارات شكلها شيك فعلا، وفي نظارات شكلها شيك الماينس جداً. واحد والماينس اتنين والماينس اه. في واحد تاني نظارته مسببه له عائق، ودي من طبيعه يمكن حياه انا شخصيا عشتها قبل كده وليها مواقف وطرائف كتير قوي. حرفيا الواحد فينا لما بيقلع النظاره بينعزل عن الحياه الخارجيه، بل بالعكس بنسمع نكته كده يقول انا مش سامع عشان قالع النظاره. هل حضرتك تعلم ان دي وراها حقيقه علميه؟ اللي هي ايه؟ 60% من قدرتي على السمع هي قراءتي لحركه شفايف اللي قدامي، وده كلام مثبت علميا. فالنهارده لما مجرد ما بقلع النظاره بتاعتي انا فقدت مبدئيا 60% من قدرتي على السمع، يتبقى 40% صوتيه. طيب مواقف كتير بنمر بيها، رايح اخد شاور، رايح احلق شعري، نازل البحر مع اصحابي، حضرتك وانس انك قلعت النظاره اختفت كل المعالم فعليا اللي حواليك، وده شيء مؤرق جدا. يجي للفئه الثانيه او الوظائف الشغل بتاعنا، لو هنقيس علينا احنا كاطباء، مهندس كمبيوتر، كهربائي، ميكانيكي، واتيفر هو شغال ايه، النهارده لو حضرتك حصل لك ظرف النظاره وقعت، اتكسرت، ضاعت، قاعد في حتة حر خرجت التكييف، أو العكس النظارة شبرت، الدنيا مطرت، كل دي عوائق كبيرة جدا بالنسبة لي. إحساس إن الواحد يبقى مقيد بشيء، إن حضرتك تصحى من النوم تفتح عينك أنا شايف سقف الأوضة، أنزل من عربيتي أقوم أتوضى أصلي أنزل أروح أجي مش لابس حاجة على وشي، ده إحساس بحرية كبيرة جدا. طيب مين المريض اللي يعمل تصحيح الإبصار؟ المريض اللي هو ابتداء جاي عايز يتخلص من النظارة. من باب الأمانة العلمية أنا مش دوري نهائي كطبيب إن أنا أقنع حضرتك أو أبيع لك فكرة إنك تقلع النظارة. ليه؟ لأن هو مش بيزنس في الآخر، إحنا بنتكلم في حقائق علمية مثبتة. أنا النهاردة جالي مريض قال لي دكتور برافو أنا عايز أقلع النظارة، أقول له أهلا وسهلا، الخطوة الأولى اعمل لي الفحوصات دي نتأكد من سلامة العين وقابلية العين ان دي يقدر يتعمل لها تصحيح ابصار، وانهي نوع تصحيح ابصار، لان دي فيها اشكالية كبيرة جدا لاغلب الناس. الناس لما بتتصل بينا على الكول سنتر او يتصلوا اول سؤال بنسمعه للأسف حضرتك تصحيح الابصار عندكم بكام، ودي كارثة كبيرة جدا. الكارثة التانية يجي المريض للأسف من سماعه الخاطئ من السيرش على جوجل على يوتيوب، من سماعه من أصحابه قرايبه جيرانه، يدخل يقولي أنا عايز أعمل كذا، الفيمتو ليزك، الفيمتو سمايل، الاتش دي، البي ار كي، أيا كان اللي بيختاره. عادة أنا بضحك لما بسمع السؤال ده، ببتسم بقوله هستأذن حضرتك نعمل الفحوصات دي الأول وبناء عليها هنقرر مع بعض إيه الأنسب لحالتك، مش الفكرة حضرتك سمعت إيه. تكنولوجيا تصحيح الإبصار النهاردة تكنولوجيا حديثة جدا، بتنقسم إلى 8 أو 9 أنواع، وكل الـ8 أو 9 تكنولوجيا حديثة خلاف المتدرج والمتعارف عليه في وسط الناس. تمام، مش الفكرة النهاردة أن أنا أعمل لحضرتك عملية مكلفة جدا، لأن للأسف الناس اتعودت أن هي تقيم قيمة أو جودة العملية بسعرها، which is غلط فادح. حضرتك احتياجاتك عملية قد كذا، دي احتياجاتك، هكلفك زيادة ليه؟ أو حضرتك احتياجاتك عملية مكلفة، ده احتياج عينك. حضرتك وأخوك التوأم ممكن أعمل لكم عمليتين مختلفتين، هي كل الطرق تؤدي إلى روما في الآخر. أنا مصلحتي اللي أنا عايز أوصل لها إيه؟ إن حضرتك تبقى شايف 6/6، مش كده وبس، دي ليها وقفة. تكنولوجيا تصحيح الإبصار القديمة كانت بتتكلم إنك توصل لستة على ستة، النهاردة إحنا مش بنتكلم في دي بقى شيء مفروغ منه بإذن الله. النهاردة أنا بتكلم جودة الرؤية عند حضرتك إيه؟ مش نسمع كتير جدا عن مريض، ودي شكوى شائعة جدا في مصر وبره مصر للأسف، دكتور محمد أنا نظري 6/6 بس أنا ما بشوفش المطبات، الرؤية بالليل عندي وحشة جدا، بشوف هالات ضوئية حوالين إشارات المرور، العربية اللي جاية في وشي أنا مش شايفها ولا شايف نمرها ولا شايف أي حاجة خالص. اكتشفنا إن في حاجة اسمها شوائب بصرية أو اللي بنسميها High Order Aberrations. العيان 6/6، مقاسات الكمبيوتر عنده ممتازة، العيان جودة الرؤية سيئة. تيجي تبص على العيان ده، لو حضرتك ما عندكش المعلومات دي وما عندكش الأجهزة التكنولوجيا الحديثة اللي هتشخص نسبة الشوائب البصرية تحديداً لكل إنسان،
وعايز اقول لحضرتك ده احنا وصلنا لتكنولوجي ان بصمه العين او الشوائب البصريه بقت حاجه زي بصمه الايد، ما فيش اتنين يتفقوا عليها. يعني انا ممكن اقول لحضرتك انا هعمل لك هاي ديفينيشن ليزر او فيمتو ليزر مثلا، عدد بلصات الليزر وتوزيع بلصات الليزر على عين دكتور ايمن اليمين غير الشمال، ما بالك اخد توام كومبليتلي ديفرنت، مختلفين تماما. بس النهارده احنا بنتكلم في جوده الرؤيه، هو ده اللي انا بتكلم فيه. 6 6 دي مفروغ منها، 6 6 كنا بنتكلم فيها في التسعينات. النهارده انا بتكلم جوده الرؤيه عند حضرتك ايه. النهارده بنسمع دايما انا سني وصل للأربعين، انا عارف ان ما ينفعنيش تصحيح نظر. ليه؟ النهارده في تكنولوجي خدت FDA approval او تصريح من وزاره الصحه والاغذيه العالميه او الامريكيه لتصحيح الابصار لبعد سن الأربعين عشان كلمه واحده، اتخلص من نظاره القراءه. طب انا بلبس نظاره للمشي، هتخلص من المشي والقراءه. فاحنا بنتكلم النهارده في ليفل تاني خالص من التكنولوجي. المحور الرئيسي بتاعي ان حضرتك تتفحص وتتشخص بشكل صحيح. ثلاث اسئله مهمين قوي، وسائل تصحيح الابصار ايه، السن المناسب لتصحيح الابصار ايه، وهل الهدف بس من تصحيح الابصار، انت جاوبت الجزء ده، هو التخلص من العدسه اللاصقه والنظاره ولا في اسباب اخرى؟ خليني ابدا بالسؤال ده الاول. التخلص من النظاره هو تخلص من عائق كبير جدا في حياتنا، وانا يمكن بحكيه عن تجربه شخصيه. احساس الحريه، احساس ان انا مش مقيد، احساس ان انا وانا طالع اصيف مش متكتف ويا جماعه احنا لو نزلنا دايفنج انا مش هشوف اللي انتوا هتشوفوه. احساس ان انا النظاره ما عنديش اشكاليه تجديد النظاره، النظاره اتكسرت ضاعت مني. دي قيود عنيفه جدا. طيب لو حد عايش بالقيود دي وسعيد بيها، واحد بيلبس كاجوال اقنعه انه يلبس كلاسيك؟ لا خالص، وده علميا مش صحيح. انا بعمل تصحيح النظر للي جاي عايز يخلص من النظره، وده يخالف للاسف الشديد الهوجه الكبيره قوي اللي احنا شايفينها على سبل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، الاوفرز بتاعت الليزك والعروض، نهينا عن الاسعار الكوميديه اللي بقينا بنسمعها اللي هي تخالف حرفيا المنطق. حضرتك كطبيب النهارده فاهم ان انا عشان اقدم لك تكنولوجيا حديثه في كونسيومبلز، في مستهلكات، فحضرتك ما تقنعنيش باي شكل من الاشكال ان الاسعار اللي بنستخدمها منطقيه. وردا على دي طبعا بنيجي على جوده المستهلكات الطبيه وطبعا على التكنولوجيا المستخدمه، وللاسف مين الضحيه هنا؟ المريض. المريض. هل المريض للاسف عنده اي حاجه يتعلق بيها او يكشف حقيقه المساله دي غير اعتماده على الله سبحانه وتعالى وذمه وضمير الطبيب؟ لا للاسف لا. طيب لو احنا بعدنا عن الشق التجاري او البيزنس، حضرتك هتلاقي ان العمليات دي لا، عمليات مكلفه. مكلفة مش أرقام فلكية، مكلفة في رينجز العمليات الطبيعية، تمام؟ وده مفهوم للناس كلها، وده مفهوم للناس. فإحنا لما بنشوف الهوجة دي للأسف أنا بيصعب عليا المريض، وللأسف بنيجي نشوف الكوارث والكومبليكيشنز بتاعت دي بعد كده. المريض يجي لي مرة واثنين وثلاثة، وللأسف ناس بنقدر نعالجها وناس ما بنقدرش نعالجها. عشان كده دايما أول خطوة اختار صح، لازم تبقى حضرتك فاهم انت بتعمل ايه، تاخد وقتك مع الدكتور، تتكلم، تفهم، تستوعب ليه الدكتور اختار النوع ده، مين الدكتور اللي بيعالجني، كفاءته ايه، شهاداته ايه، خبراته ايه. انا ممكن معايا شهادات قد كده بس خبرتي على ارض الواقع قليله جدا. الخبره ليها ثمن، ليها ثمن جدا. وكلمه مستهلكات او مستلزمات لجراحات العيون دي كلمه واضحه للجميع ومعروفه، وفي أجهزة رقابية بتتابعها، بس طبعا برضو ضمير الدكتور له دور مهم جدا، هو الأصل بالنسبة لي. وبالنسبة لي كمان اللي قدام ضمير الدكتور ثقافة المريض اللي فاهم السن المناسب للعملية دي وأنواع العملية دي. حضرتك عارف ان انا من الناس اللي بستمتع جدا جدا مع المريض اللي بيقعد وبيتكلم، مش هقول لك بيجادل، يعني اللي بيجادل عاده بيجادل عن جهل شويه، لكن اللي بيتناقش نقاش علمي حتى لو خد من وقتي ساعه جوه المستشفى بستمتع بالنقاش معاه. المريض اللي يدخل على طول يقول لي حضرتك احنا هنعمل ايه، ابص على الفحص اقول له هنعمل كذا، يسكت، ما بتبسطش قوي معاه. انا يعنيني المريض فاهم. 80% من علاج المريض اذا استوعب هو بيعمل ايه وليه وايه النتائج اللي هو متوقعها. والشيء بالشيء يذكر،
من ضمن الأجهزة اللطيفة جدا اللي بنستخدمها دلوقتي جهاز بيتحط قدام عين العيان، بيسند راسه عليه كده وبندخل له المقاسات كاملة. الكمبيوتر بيغذي الجهاز بالمقاسات وبوري له الرؤية بعد العملية شكلها هيبقى إيه قبل ما يعمل العملية. وده من التكنولوجيز اللطيفة جدا، يعني بيقول لي أنا هشوف إزاي بعد العملية، أقول له طب حط راسك هنا على الجهاز كده شايف الرؤية ولف حواليك وبص فوق وتحت ويمين وشمال، إيه رأيك كده؟ يقول لي آه ده الرؤية كده ممتازة، أقول له هي ده مستوى الرؤية اللي هيبقى عندنا. طيب السؤال الثاني، السن الرسمي لإجراء تصحيح الإبصار، ودي فيها إشكالية كبيرة جدا. فوجئنا في الآونة الأخيرة، الكام سنة الأخيرة، انتشر جدا عمليات تصحيح الإبصار للأطفال، ودي جريمة، وأنا مسؤول عن اللي بقوله قانونا، دي جريمة. تصحيح الإبصار رسمي بيبدأ بعد سن ال 18 سنة، مش 21 زي ما كنا فاهمين زمان، 18 سنة. طيب نفهم ليه 18 سنة؟ 18 سنة بيكون اكتمل النمو النسيج في هذه العين. لو طفل صغير بيطول كل يوم على سبيل المثال، لو أنا عملت له عملية ما هيحصل تغير تاني طبيعي مع النمو بتاعه. طيب إيه القيمة إن أنا أعمل له عملية وأنا عارف إن هي بعد 6 شهور النظر ده هيتغير، وأعمل له استكمال ليزر وهيتغير، وكل مرة الليزر أو إعادة تشكيل القرنية ما هو ده بيضعف سنة من نسيج القرنية بتاعتي طبعا. تمام، وانا مش عارف القرنيه دي بعد كده هيحصل فيها ايه. ده احنا ماشيين في سكه واحده اللي هي اسمها لا قدر الله قرنيه مخروطيه، وان شاء الله هنفرد لها حلقه كامله، لان الناس بقت بتتعامل مع هذا المريض المسكين ان هو فقد البصر، في حين ان التكنولوجيا الحديثه لا، انا بقول لحضرتك بيتعالج وبيتعالج زي الفل وبيسترد الرؤيه كمان بتاعته، بس خلينا نفرد لها حلقه لوحدها. طيب النهارده اذا هذا الشاب اكتمل النمو بتاعه ومقاساته مستقرة وفحوصاته حلوة، نختار له نوع الليزر المناسب لحالته. مع بعض لحد كده؟ طيب حالة واحدة فقط مرضية طبيا هي اللي ممكن نعمل لها تصحيح إبصار بالليزر، وحالة نادرة اسمها أنايزومتروبيا. إيه؟ أنايزومتروبيا، عشان الناس تفهمها بالعربي اسمها التباين. يعني إيه التباين برضو؟ إذا فرق النظر بين العينتين عندي أكتر من 4 درجات غصب عني بعمل له تصحيح إبصار للعين الأضعف. طب عشان يقلع النظارة؟ لا، أنا هلبسه النظارة بعدها، أنا بقرب العين الضعيفة للعين الأقل ضعف، يبقى شبه كسل. عشان ما يحصلش كسل زي ما حضرتك بتقول، والبس نظارة لحد ما أوصل لل 18 سنة، نعيد تقييم حالة العين ونعالج له النظارة نهائي كعلاج تجميلي. ده واضح جدا عشان يبقى الناس، وعلى فكرة ده الكلام اللي مقرراه كل الجمعيات العلمية من ضمنها جمعية عيون الأطفال المصري. خليني أقرب أكتر برضو من الموضوع، هل تصحيح الإبصار لكل درجات النظر؟ يعني احنا دايما نسمع مش عارف لغاية سالب 10، طب ماشي سالب 12 سالب 11 سالب 16 الناس دي تعمل ايه؟ تمام، كلمة تصحيح الإبصار زي ما بقول لحضرتك ده مجال بحر كبير جدا النهاردة، ما عادش مقتصر على الليزك، رغم أنواع الليزرز الكتيرة اللي طلعت، الفامتو ليزك الفامتو سمايل و و إلى آخره. تمام، تصحيح الإبصار أنا مطالب أن أنا أتعامل مع جميع القياسات. في مريض بيحتاج ليزك بأنواعه عشان نختصر الحتة دي، في مريض بيحتاج زرع عدسات، ودي إن شاء الله هنفرد لها حلقة كاملة بتوضح الإجابة بتاعتها، في مريض بيحتاج زرع اللي هي الأحادية البؤر العدسة الأولانية، في مريض بيحتاج حاجة اسمها عدسة مالتي فوكل، في مريض بيحتاج نوع عدسة اسمها عدسة تانية أو عدسة ثنائية أو الآي سي ال، عدسة بتركب فوق عدسة العين كأني لابس كونتاكت لانس أو عدسة لاصقة، لكن دي داخلية وثابتة ومستقرة. كل مريض بيتشخص بناء على احتياجه، بعد ما بنعرف احتياج المريض بيتحط له خطة علاج كاملة. لكن في المجمل عشان أرد على سؤال حضرتك، النهاردة ما عادش في ضعف نظر ما بيتصلحش، هو السؤال بيتصلح إزاي، ودي عملية تفصيلية مش خط إنتاج زي ما كان بيحصل زمان. كل مريض ليه علاج مفصل على مقاسه هو، على احتياجه هو، وده التكنولوجي الحديثة اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة. تقييمك ليه الفروقات ما بين الفيمتو ليزك فيمتو سمايل الحاجات دي، الفرق بينهم ايه؟ طيب والقرار للدكتور، عشان بس المرضى في ناس
كتيرة دلوقتي بقت تتعامل مع الليزك على انه سوبر ماركت، انا داخل بنقي حاجة. صحيح صحيح. السؤال اللي حضرتك بتسأله ده سؤال جميل جدا الحقيقة، وده يمكن من اكتر الاسئلة الشائعة اللي بسمعها. خلينا نتفق ان فيه مبادئ اساسية لتصحيح الابصار بالليزر. زي ما اقول لحضرتك اي عربية في الدنيا هتمشي باربع عجلات. اول فكرة لتصحيح الابصار لو المريض نايم على ظهره، ادي القرنية او الجزء الشفاف الامامي من قرنية العين، بنسلط عليه مباشرة اشعة الليزر، وده اللي بنسميه الليزر السطحي، وده ليه ميزه وليه استخداماته. باختصار شديد جدا، الناس اللي عندها سمك قرنية ضعيف، الناس اللي داخلة الكليات الحربية، الطيران، الحاجات دي اللي مش مطلوب يبقوا عاملين شريحة سطحية في القرنية. الليزر السطحي بالنسبة لهم البي ار كي فيري سيف، هو ده الأفضل ليهم، ده هو ده الستاندرد ليهم. لأن الناس دي بطبيعة عملها بعد كده مش مطلوب إن أنا يبقى عندي قطع في القرنية أو شريحة في القرنية. طيب الشيء الوحيد اللي بيخوف الناس من هذه المسألة إن أنا دايماً بقول للمريض أول 3 أيام حضرتك هيبقى عندك حرقان، دموع، زغللة، ولازم المريض يبقى فاهم الصورة دي في منتهى الأمانة والوضوح. ليه؟ المريض ده النهاردة مجرد ما هينتقل من البيت هيبتدي يحس بالأعراض دي، هيجيله بانيك أتاك وزعر، أنا مش عارف أوصل للدكتور ده دلوقتي، طب هو ما قاليش الكلام ده، طب أنا صح، طب أنا غلط، طب أنا عندي مشكلة في العملية. لا، بقول له يا حبيبي أنت ده طبيعي وهتشعر بيه، أنت إذا ما شعرتش بيه أنت عندك حاجة غلط. ده طبيعي في الليزر السطحي. الليزر السطحي. طيب واحد شغال مهندس، سواق، دكتور، أيا كان، ومش محتاج القصة دي، يعني عادي جدا، هو أهم حاجة عنده مش عايز يشعر بأي نوع ألم، عايز يطلع سايق عربيته زي ما بنقول كده. ده بيتم عمل شريحة سطحية في القرنية، والحتة دي هنفصلها شوية، وتحت الشريحة دي بنضرب الليزر بتاعنا اللي بيعيد تشكيل سطح العين. لأن الشيء بالشيء يذكر، في حتة لطيفة كده العيانين، مرة عيان سألهاني بيقول لي هو إحنا بنشحن العين ليزر؟ فضحكت فقلت له مش بنشحن العين ليزر. وده برضو يرد لنا على سؤال، طب هو الليزر ده ليه صلاحية؟ لا، حضرتك بتعمله النهاردة بالتكنولوجيا الحديثة بإذن الله بتعيش عمرك كله نظرك 6/6. التغيرات اللي تطرق علينا مع السن، الضغط، السكر، المية البيضاء، الحاجات دي هتأثر على النظر، اتعالجت، رجعنا للديفولت بتاعنا 6/6. طيب السؤال هنا، بنرفع الشريحة دي ازاي وبنضرب ليزر ايه تحتها؟ الشريحة دي بتترفع بطريقة من 2، يا إما حاجة اسمها المايكرو كيراتوم، أو هو عبارة عن مشرط جراحي دقيق جدا بيعدي على سطح العين. الناس بتسمع مشرط جراحي بتبانك. حضرتك أولا محطوط لك قطرة مخدرة لأن العملية أسهل ما يكون وبتاخد دقيقة والمريض صاحي وسامع، تمام؟ عدى المشرط الجراحي، كل المريض بيسمعه زنة زت بتعدي وترجع في ثانية زي ما شايف في الفيديو التوضيحي اللي قدامنا. بتترفع الشريحة دي وبنختار نوع الليزر اللي بيتضرب تحتيها بناء على احتياج العين المريض أو العين، ما بين الألترا ليزك أو اللي هو الليزر التقليدي بس الاسم الدارج الألترا ليزك، وده بنستخدمه عادة للناس اللي عندها قصر أو طول نظر صريح. بدأ العيان ده يدخل عندي في أستجماتيزم أو الانحراف القرنية، بنبتدي ندخل في المرحلة الثانية اللي هو الكاستم ليزر. احنا كده كده رفعنا الشريحة، بنستخدم الكاستم ليزر او الليزر ببصمة العين. بصمة العين او الاستجماتيزم هو نوع من انواع ضعف النظر العادية، والكلمة دي بتخوف العينين، لا هو نوع طبيعي جدا، بس فكرته انه بيجي في زاوية معينة، فانا لازم احسب الزاوية، الكمبيوتر بيالاين نفسه قصاد الزاوية عشان يضرب ليزر بالظبط عليها. طب افرض العيان اتحرك، مجرد ما العين بيتحرك التكنولوجيا الحديثة فيها حاجة اسمها 3D Tracking System، بيتحرك مع حركة العين خاصية التتبع. ده مش كده وبس، الأحدث منها ان النهاردة انا كجراح لو انا ضاغط على قرط العيان او ساند جفنه، طب ايدي نزلت لتحت ملي وانا مش واخد بالي، النهاردة بقى بيتحرك يمين وشمال وفوق وتحت، حركة عين العيان الدائرية السايكلوتورشن بيتحرك معاها، ايدي نزلت لتحت سن او العيان رجع راسه لورا، خرج الليزر بره الفوكس، بيأوتو فوكس وينزل مع عين المريض. فأيا كان، طب المريض اتحرك خالص وخرج بره الرينج، هيقف حتى لو انا مدي امر ان الجهاز يضرب ليزر، نو واي.
المريض رجع، الكمبيوتر قرا البصمه بتاعته، الايند نفسه مع ظبطه المريض، هيكمل الليزر. النوع اللي بعديها لقينا ان المريض ده بيعاني من حاجه اسمها الشوائب بصريه، وهي دي محور جوده الرؤيه بتاعته. اللي احنا قلناها في الاول. بنبتدي ندخل في حاجه اسمها زيوبتكس هاي ديفينيشن، ودي الشركه المصنعه ليها شركه اسمها بوشن دوم، شركه امريكيه. والحقيقه واخده براءه اختراع في المساله دي، ان هي بتديني النهارده فيجوال كواليتي رهيب. تمام. ندخل بعديها العيان اللطيف الجميل اللي احنا ايه بقى اللي بقول لهم ويلكم تو ذا كلب، شباب الاربعين اللي زينا. يدخل يقول لي انا عندي مشكله نظاره القرايه، انا مذيعه ومش هلبس نظاره، انا ست بيت ومش عارفه اذاكر لاولادي. بقول لها اهلا بالسوبراكور. ويمكن الاسم ده ناس كتير قوي ما تسمعش عنه. حضرتك بتتخلص من نظارة المسافات ونظارة القراءة. يعني هرجع تاني يا شباب؟ هترجع 18 سنة تاني إن شاء الله، بشرط فحوصاتي تناسب هذه المسألة. طيب ده الكلام الأساسي. طب إيه الفيمتو ليزك والفيمتو سمايل؟ طلعت تكنولوجي تانية، مش هقول أحدث، تكنولوجي تانية. لو عندي انبعاجات في سطح القرنية، سمك القرنية بتاعي قليل، أنا عندي ذعر من فكرة المشرط الجراحي، بنعمل إيه؟ فكرة الفيمتو ليزك ده مش نوع تصحيح إبصار زي ما الناس فاهمة، دي طريقة مختلفة لرفع الشريحة السطحية اللي إحنا بنتكلم عليها. بدل ما بتترفع بمشرط جراحي، أنا بسلط أشعة الليزر على سطح القرنية، بترفع لي الشريحة، وبعديها بضرب نوع الليزر اللي هذا المريض محتاجه. طيب ده هيديني إيه زيادة؟ هيديني دقة متناهية. فكرة إن الشريحة مرفوعة بالليزر ده ليفل تاني من البرسيجن والدقة، بيديني جودة رؤية أعلى. جم بعد كده قال لك طيب لو مقاساته عالية وسمك القرنية أقل كمان نعمل إيه؟ قال لك هنعمل بالفيمتو ليزر، مش هنرفع شريحة بقى خالص، نعمل شق جراحي 2 مليزر، عفوا 2 ملي، والليزر بيستأصل شريحة صغيرة من قلب القرنية، بدخل أسحبها، القرنية رجعت تاني على نفسها أو اتبططت شوية بالشكل اللي أنا محتاجه عشان أصلح. ده الفيمتو سمايل. الفيمتو سمايل ده بنفتح فتحة صغيرة في جنب كده ونسحب بقى. ممتاز. يجي المريض يسمع الكلام ده يقول لك بس الفيمتو سمايل ده بتاعي، ده احلى حاجه، ده 2 ملي. كارثه خالص، ما بنعملش ده. حضرتك محتاج ايه؟ وهو ده ساين دايما السؤال اللي بنساله لنفسنا كطبيب. انت تدخل تقول لي انا عايز اتخلص من النضاره، انا اقرر حضرتك محتاج ايه، ومش بناء على هوايه، بناء على نتيجه فحوصات حضرتك. هي مش مستويات عربيات، يعني العربيات هي المستويات. لما نيجي نقول مثلا العربيه الفلانيه ليها فئه كذا وفئه، لا هي مش فئات، هي انواع، كل واحد له ايه، ده اللي بتقرر. لكن المحور الواسع بالنسبه لنا، احنا بنستخدم تكنولوجي حديثه ولا تكنولوجي قديمه عشان جوده الرؤيه النهارده؟ وعايز اقول لحضرتك اغلب اللي عملوا ليزك قبل كده في التسعينات واوائل الالفينات دول بيتعالجوا النهارده من الشوائب البصريه، وبفضل الله بيتعالجوا زي الفل كمان. في عندي اسئله بقى سريعه قصيره، اجاباتها تبقى برضو سريعه وقصيره. هل الليزك له فتره معينه ويجرى بعد كده اعاده تصحيح له؟ مفهوم خاطئ. مفهوم خاطئ تماما، مش صحيح. مش صحيح. الليزر حضرتك بتعمله لعمرك كله. في حاجه اسمها نسبه ارتجاع، بالتكنولوجيا الحديثه حاله كل حوالي 8000 او 9000 حاله ممكن يحصل ارتجاع، واذا حصل الارتجاع بيتعمل اعاده استكمال للليزر وبيتصلح باذن الله. هل في موانع لاستخدام او لاجراء الليزر؟ زيه زي اي عمليه، ولازم نبقى صراحه جدا مع بعض في المساله دي. في طبعا موانع، في ليفل من سمك او مستوى من سمك القرنيه ممنوع، جريمه لو انا ضربت عليه ليزر. الحوامل، فتره النفاس، تغيرات الهرمونات، بعض العلاجات، الناس اللي عندها سكر ملخبط، لكن حد مظبط سكره عادي يتعالج، مفيش اي مشاكل. فعندي مجموعة حاجات لازم تشيك ليست بمشي مع المريض واحد واحد، واحدة بتاخد علاج للجلدية ومسبب لي جفاف شديد جدا في العين، لازم أعالج المسألة دي الأول قبل ما أصحح لها النظر. والناس لما بقولها الكلام ده بتزعل، بس ده فعليا في صالح المريض. إيه الواجب اللي على المريض؟ هو هل في حاجات عليه واجب؟ عليه واجبات كتير الحقيقة، بل بالعكس أنا شايف إن ده الواجب الرئيسي. الواجب الرئيسي إن حضرتك تختار الطبيب صح اللي بيعالجك، عشان ما نقعش في مشاكل.
ده نمرة واحد. نمرة اتنين، أبقى فاهم واتناقش مع الطبيب إيه ده وبعمله ليه. نمرة تلاتة، اتباع التعليمات، في حين إن تعليماتنا سهلة جدا. بطلب دايما من المريض طلبين، ما تفركش عينك أول أسبوع، ما تدخلش مية جوه عينك أول أسبوع. طيب الثقافة العامة، ألبس نظارة شمس سودا، أقعد في أوضة ضلمة 3 أيام، مفيش موبايل ولا تلفزيون ولا كمبيوتر لمدة أسبوع، أستخدم العلاج لثلاث شهور وست شهور، ما تعرضش للشمس، كل دي مفاهيم خاطئة. الكوميدي إن المرضى كمان فاهمين ممنوع أوطي، كل ما تسأل السؤال ده أضحك، أقول له طب أنتوا بيقع منكم إيه؟ ولا أي حاجة. هو فاكر الفلابة دي هتقع. انا بل بالعكس، انا وصلت الليفل النهارده بتحدى المريض، بقوله بعد اذنك تعالى لوحدك اعمل جلسه الليزر في دقيقه وروح سايق عربيتك. طب ونضاره الشمس السوداء حضرتك؟ اقوله البسها شياكه لو انت حابب تلبسها. لا هو عشان الشمس، ما الطبيعي اللي من غير ليزك بيلبسها، ما هو كل بالزبط. الناس لازم تلبس نضاره شمس، ده طبيعي بمزاجه باختياره. طب واحد ما بيحبهاش، انا عملت ليزك وعايز اروح في الشمس، في مشكله؟ لا اتفرج على الشمس وانت مروح، ما بتضرش، بس ما تبصلهاش. يعني ولو بصلها بس لو الحاجه التقليديه، يعني تقليدي عادي جدا، مارس حياتك، روح دلوقتي استخدم الموبايل والكمبيوتر والتلفزيون وانزل اقعد مع اصحابك وعيش حياتك. كل اللي انت حكيته حاجات جميله جدا، اكيد بتقدم بشكل رائع جدا في بيرفكت فيجن ذات السمعه المتميزه، لكن ايه اكتر الحاجات اللي انت بتعتز بيها في بيرفكت فيجن؟ سؤال لطيف، خليني أوضح لحضرتك معلومة في الحتة دي. النهاردة مستوى الطبي في مصر الحقيقة في أغلب المجالات بقى مستوى راقي جدا. لو النهاردة بنتكلم في تكنولوجيا، إحنا عندنا أعلى تكنولوجيا تقريبا موجودة في الشرق الأوسط، بدليل إن أغلب المرضى عندنا النهاردة بيجولنا من برا مصر مش من مصر. تمام؟ طيب الحقيقة الاختلاف هنا، وده اللي بيميز بيرفكت فيجن، لو قلت لحضرتك إن الأجهزة مختلفة أو حاجة، لا، كل المستشفيات الكبيرة النهاردة عندها نفس الأجهزة. الفرق في التكنولوجيا المستخدمة، يعني احنا عندنا إشكالية دايما في المستشفى ان احنا بنواكب التطور، اي تكنولوجي جديدة هتنزل لازم بيرفكت فيجن هتلاقيها من اوائل المستشفيات اللي هتدخلها، وهنفرض حلقة خاصة لعلاج جفاف العين عشان الحتة دي ان شاء الله، اللي هو واحد من مشكلات العصر دلوقتي، مشكله من مشكلات العصر. النهارده بقى التكنولوجيا كامله وبتتعالج، وبفضل الله احنا اول مستشفى في مصر تدخلها. طيب نمره اتنين، وهو ده الجزء الرئيسي، ان الطب النهارده مش بمزاجي وبمزاج فلان وبمزاج علان، في البروتوكولات الرسميه المتعارف عليها دوليا هي دي المتبعه عندنا في بيرفكت فيجن، بروتوكولات مكافحه العدوى، بروتوكولات العلاج، هي دي الرئيسية. يعني عندنا 1+1=2، المريض عنده كذا بيتشخص كذا بيتعمل له كذا ثم كذا، لو كذا بيتعالج بالطريقة الفلانية، لو كذا بيتعالج بالطريقة الفلانية، معايير الجودة العالمية في القطاع الطبي. وهو ده اللي بيميز الحقيقة المنظومة عندنا. المرضى كتير جدا تستغرب عندنا، يدخل يقول لي دكتور برافو أنا سمعت عن اسمك وجاي يعمل عملية مية بيضة شبكية تصحيح إبصار عندك، بعد ما أفحص المريض اقول له والله حضرتك مش محتاج الكلام ده، خد القطره دي هتبقى زي الفل، خد العلاج ده هتبقى ممتاز، يقول لي لا انا كشفت في كذا وكذا وكذا وعايز اتعالج عندك وتعمل لي عمليه كذا، اقول له حضرتك مش بتنقي، حضرتك محتاج كذا. المريض لما بيسمع الكلام بيجي يفاجئ، ده جزاك الله خير، تسلم ايدك، ده انا فعلا الرؤيه عندي بقت ممتازه. ومريض تاني اقول له حضرتك هتعمل كذا، يقول لي طب انا عايز ابدا بالعين دي، اقول له لا هنبدا بالفلانيه، يقول لي بس انا دي اللي مضايقاني، اقول له انا لينا وجهه نظر طبيه هنعمل كذا الاول. فالناس بتزعل، اقول له ده لمصلحتك. طب لو المريض اصر على موقفه بعتذر جدا منه. الطب ليس سوبر ماركت، والاختيارات الطبيه والعلاجات الطبيه ليست بضاعه موجوده في السوبر ماركت، لك مطلق الحريه في انك تختار الشيء اللي شكله يعجبك، لكن انت مش بتختار، ولكن انت بيقدم لك الافضل لك، وانت مش تفهم ده ولا عمرك هتعرفه، خصوصا في الاشياء المعقده طبيا، لكن اللي بيحدد هو المحترف، هو صاحب القدره على الاختيار. ده شيء مهم جدا. انت اسعدتنا النهارده بهذا الحوار الممتع للغايه، واحد من الحوارات اللي انا زي ما بيقولوا دايما احنا بنفضل المدرسة دي في الحوار، مدرسة شديدة التنظيم، لكن تبقى ملفات كثيرة. احنا النهاردة ربما نكون فتحنا
أول صفحة في ملفات تصحيح الإبصار، لكن ملفات عديدة موجودة ما زالت المهنة البيضاء تحتاج إلى تفصيل وتوضيح، وخصوصا في الثقافة المصرية والعربية. مشاكل تصحيح الإبصار إيه إذا كان هناك ضعف إبصار؟ أنت قلت لنا ده هتبقى حلقة لوحدها. طبعا جفاف العين ده محتاج ده مدرسة. عايزين نتكلم على ما بعد الأربعين، نظر ما بعد الأربعين ده نعمله حلقة كده لوحده، ده مهم جدا. السكر والشبكية وقصصها المثيرة جدا. ففي مدارس كتير إن شاء الله الفترة اللي جاية هنفرد حلقات تفصيلية لكل حاجة من دول، والحقيقة الغرض منها هو تثقيف المريض، لا الدعاية ولا الشغل ولا يعني الواحد بقى بيستخبى أساسا من العيانين، يعني من الضغط اللي عليه. بس المكسب الرئيسي بالنسبة لنا إن إحنا نفرد مجموعة من الحلقات في جميع الأبواب زي ما حضرتك بتقول عندنا للثقافة العامة. إذا المريض وصلته هذه الثقافة العامة هنقدر نوفر له أفضل خدمة ممكنة. أنت نورتني وأسعدتني جدا بأسلوبك الراقي الرائع شديد التنظيم، وكعادة العيون دائما منظمين للغاية. ضيفي العزيز واحد من سوبر ستارز هذا المجال، ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور محمد برافو، استشاري طب وجراحات العيون وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مستشفى بيرفكت فيجن لجراحات العيون والليزك، عضو الجمعية الأوروبية لجراحة الشبكية والجسم الزجاجي، والجمعية الأوروبية لجراحات المياه البيضاء وتصحيح الإبصار بالليزر. كان ضيفي في واحدة من حلقاتنا الممتعة جدا حول موضوع هو الأكثر شهرة، وإن كان هناك مواضيع أخرى أيضا. كل مواضيع العيون وإحنا بنتكلم عليهم نقول عليهم الأكثر شهرة، كل في من يحتاجه. بالنسبة للشبكية في عالم الشبكية، عالم المياه البيضاء، عالم تصحيح الإبصار، عالم الجسم الزجاجي، عالم الحول، كل برانش من البرانشات دي عالم واحد. دائما العيون كل برانش فيهم، كل جزيرة من الجزر فيها لها بريقها ولها التركات بتاعتها وليها تكنولوجيا الخاصة بيها. عالم مثير جدا هتسمعوه بس في الدكتور. خليكم دائما مع الدكتور.